في بث مباشر من مدينة القدس تنضم إلي مراسلتنا رماح مفيد، وكذلك أيضا من مدينة حيفا مراسلنا الزميل مجد دانيال. رماح، أبدأ معك. مساء الخير. إذن للأسبوع الثاني على التوالي تقام مظاهرات حاشدة وضخمة يوم الاثنين من أمام الكنيسة، لو تلخص لنا مجمل تطورات هذا اليوم. نعم عفاف، الحقيقة كان هذا يوم عاصف بالنسبة للمعارضة لمنظمي التظاهرات الذين صعدوا من طريقة احتجاجهم هذا اليوم. لم يبدأ عفاف هنا في التظاهر أمام الكنيسة، بل بدأ في تظاهرات واحتجاجات لعشرات المحتجين أمام بيت أعضاء الائتلاف، أمام بيوتهم، وإغلاق حاولوا إغلاق الطريق أمام سيارة سمحة رتمان رئيس لجنة القانون والدستور الذي يدير، كما يقول المحتجون، الجلسات النقاش داخل اللجنة بطريقة ديكتاتورية، يسكت من يريده ويخرج من يريده ويسمح فقط لأعضاء الائتلاف بإتمام كلماتهم. هذا أيضا ما شاهدناه عفاف من خلال متابعة النقاش على مدار اليوم في لجنة القانون والدستور التي سبقت المداولات الآن في الكنيسة. هذا بخصوص سمحة رتمان، ولكن أيضا كان هناك احتجاج أمام بيت وزير القضاء، كان هناك احتجاج أمام بيت عضوة كنيسة غوتليب، وأغلقوا مدخل منزلها بابها، وكان هناك تصرف يعتبر انتقد على الأقل من قبل كل أعضاء المعارضة، حاولوا منعها من الخروج من المنزل، حاولوا منعها من إرسال ابنتها إلى المدرسة، و تم انتقاد هذا التصرف. إذن إضافة إلى هذه الطريقة في الاحتجاج عفاف، قام المحتجون ومنظمو الاحتجاجات في التظاهر في عشرات المفارق والمدن. مدينة تل أبيب كما ذكرنا في التقرير تظاهر فيها 30 ألف محتج، هنا في مدينة القدس وفق التقديرات النهائية وصل عدد المحتجون أكثر من 70 ألف محتج، والاحتجاجات عفاف امتدت على حتى قبل دقائق قليلة من الساعة الثانية، وانتهت فقط قبل دقائق قليلة، وهي مستمرة في مناطق أخرى. طريقة أخرى استخدمها المحتجون هي الدخول إلى الكنيسة والتظاهر أولا في مقاطعة كلمات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وثانيا في محاولات الدخول إلى قاعة الكنيسة لرفع العلم الإسرائيلي وللاحتجاج على استمرار التصويت على القوانين الثلاث أو البنود الثلاث في القراءة الأولى. تم إخراجهم طبعا من مبنى الكنيسة بعنف وبقوة. هناك أمر آخر تعرض له أعضاء المعارضة، وهو التفتيش في حقائبهم من قبل الحرس ورجال الشرطة داخل مبنى الكنيسة، هذا بتعليمات طبعا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحاولوا حتى تفتيش أكياس الطعام. كان هناك العديد من الفيديوهات التي انتشرت لرجال الأمن والحرس داخل الكنيسة يفتشون بها الحقائب وأكياس الطعام بمحاولة لمنع أعضاء المعارضة من إبداء أي طريقة للاعتراض والاحتجاج، حتى أن أعضاء الكنيسة الذين التفوا بالعلم الإسرائيلي للاحتجاج على هذه الطريقة تم مصادرة العلم الإسرائيلي وتم إخراجهم عنوة من قاعة الكنيسة. إذن هذه هي صورة الوضع من مدينة القدس. سنعود إليك في نافذة أخرى الزميلة رماح مفيد، جزيل الشكر لك حتى هذه اللحظة. ومن القدس نتحول إلى حيفا والزميل مجد دانيال. مساء الخير مجد. اليوم أيضا شهدت المدينة تظاهرات احتجاجية، لو تصف لنا صورة المشهد ومجمل التطورات. نعم مساء الخير عفاف لك ولكافة المشاهدين. بالفعل نحن نتواجد الآن في مدينة حيفا في مركز الكرمل، حيث تقام المظاهرات الأسبوعية مساء كل سبت، وأيضا اليوم كان هناك فعاليات احتجاجية في مدينة حيفا ضد ما يصفه المتظاهرون والمحتجون بالانقلاب على الجهاز القضائي والانقلاب على الديمقراطية وتحول البلاد إلى ديكتاتورية. بدأت هذه الفعاليات منذ الساعات الصباح الباكر، منذ الساعة 8 على وجه التحديد صباحا، وانطلقت مسيرتان من نقطتين مختلفتين من مدينة حيفا، من مفرق كرملية وأيضا من مفرق مدرسة الرئالي، وتوجهت هاتان المسيرتين إلى هذه النقطة، إلى حيث نتواجد الآن إلى حريف في مركز الكرمل. وقام المتظاهرون الذين
الذين وصل عددهم إلى 3000 متظاهر بإغلاق الشوارع وإغلاق هذا المفترق من كافة الاتجاهات. يعني وهذه يعني يمكن القول لأول مرة يقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع ومن كل الاتجاهات. أيضا خلال يعني مجيئي من يعني اليوم يعني من الناصرة إلى حيفا يعني كان هناك عدة إغلاقات لعدة شوارع ومفارق مركزية على امتداد الطريق. يعني نتحدث أيضا على مفرق اليجور كان مغلقا، وأيضا عدة شوارع تم إغلاقها من قبل مركبات يحملون أيضا الأعلام وقاموا بالسير وبإيقاف مركباتهم في الطريق وإغلاق الشوارع، وكانت هناك أزمات مرورية كبيرة بالإضافة إلى الأزمات المرورية وإغلاق لعدة شوارع في مركز البلاد في تل أبيب وأيضا شارع الأيلون. عمليا هنا حيث نقف الآن كانت المظاهرة المركزية في مدينة حيفا، وتم إغلاق المفترق هنا والشوارع من كافة الاتجاهات لمدة ساعتين، وتخللها أيضا عدة نشاطات منها إقامة حلقات حوارية ومحاضرات للمتظاهرين، وأيضا شارك عدد كبير من طلاب المدارس الذين أضربوا اليوم ولم يذهبوا إلى مقاعد الدراسة وقرروا القدوم إلى هنا والمشاركة في هذه المظاهرات ضد الانقلاب على الانقلاب القضائي وانقلاب على الديمقراطية. وتم يعني منح محاضرات من أكاديميين ويعني من أساتذة في الجامعات حضروا إلى هنا وقاموا بإلقاء محاضرات حول التغييرات التي تنوي والخطط التي تنوي الحكومة الحالية سنها بما يتعلق بالجهاز القضائي وأيضا بكافة المجالات، أيضا بخصوص التربية والتعليم والتغييرات وعلى المنهاج التي تنوي هذه الحكومة إدخالها. أيضا يعني هذا اليوم شهد عدة يعني إغلاقات وتصدي من قبل المتظاهرين لأعضاء كنيسة من الائتلاف الذين يعني يشاركون في جلسة في لجنة الدستور، ومنهم يعني روتمان وأيضا عضوة الكنيسة عن الليكود، حيث قاموا بمنعها من لبضع يعني دقائق بمنعها من الخروج من بيتها، وقام عمليا قوات الشرطة باعتقال أكثر من 8 متظاهرين على إثر هذه الإغلاقات. ويعني بجدير بالذكر وأيضا يعني مراسلتنا رماح كانت قد تطرقت لهذا الأمر بأنه حتى هذه الأثناء حيث تقام الهيئة العامة في الكنيسة يتم ما زالت المظاهرات مستمرة في مدينة القدس، وتسكير الشوارع أيضا مستمر في مدينة القدس. وكانت هناك عدة تصريحات من قبل أعضاء كنيسة من الائتلاف والمعارضة، ولربما أبرز هذه التصريحات من قبل رام براك عن حزب يش عتيد الذي قال أيضا بأن يعني النازية يعني وصلت إلى الحكم من خلال الديمقراطية، في تلميح إلى أن الحكومة الحالية هي أيضا يعني تنوي أن تحول البلاد إلى فاشية وديكتاتورية تحت ذريعة أنهم وصلوا إلى الحكم من خلال اللعبة الديمقراطية. يعني هذه هي مجمل الأوضاع حتى الآن عفاف، سنعود ونوفيكم بالتفاصيل في حال ورود أي جديد. جزيل الشكر لك الزميل مجدنيال، كنت معنا من مدينة حيفا.